اليوم نحن في بداية شهر رمضان. أولا نقول لكل المواطنين والمستهلكين رمضان كريم إن شاء الله، ونبشر كل الساكنة والمستهلكين بأن هناك اتحاد التجار والتجار بصفة عامة دخلنا في مرحلة الآن، انطلقنا من يوم 7 في تخفيض الأسعار بالتخفيض والتجارة التفاضلية. إذا المواطن ما عليه إلا يدخل الأسواق والفضاءات هذه، راح يلقى الأسوام بكل أريحية وبتنافسية. بمناسبة رمضان الكريم نقول لكل المواطنين بأن الأسعار سوف تكون مناسبة وتكون متوفرة وفي أريحية إلى غاية ثاني يوم من العيد الفطر إن شاء الله. وراح تكون أن العشر أيام الأولى راح نسجعوا على المواد الغذائية، في العشر أيام مثل الوسطاء الثانية راح تكون الناس متلهية بالحلويات وتحضير الأشياء هذيك، والعشر أيام التالية راح تكون التسوق في الليل، يعني الناس راح تحضر إلى ملابس العيد والعطور وكذا، الناس تحب تحتفل بالعيد، لأن خاصة رمضان هذا إن شاء الله ما كانش الحجر، لأن حتى الحركة راح تكون سلسة وتكون تمشي. ونحن وجهنا تعليمات إلى كل وسائل النقل، إذا كان سيارات الأجرة أو الحافلات، باش يخدموا في الليل في رمضان العشرة أيام الأواخر، باش يسهلوا عملية التحرك والتنقل لكل المستهلكين، خاصة اللي راهم في البلديات البعيدة على مقر الولاية حوالي 10 و15 كيلو يجوا يتسوقوا. يعني راح نفتحوا شارع دبي المعروف عندنا في حي 400 سكن، راح يكون في عملية تسوق من بعد صلاة العشاء إلى آخر ساعة من الليل. وهذا ولكن نأكد على المواطنين وعلى المتسوقين، يجب علينا الحفاظ من وباء الكورونا، التعقيم، الكمامة، حتى باش نكونوا نتسوقوا في ريحية. مرشي إن شاء الله سعيد علينا وعلى أمة محمد كاملة إن شاء الله، إن شاء الله يجي موفق إن شاء الله للمؤمنين ولأمة محمد كاملة، إن شاء الله رمضان في هذه الموقف إن شاء الله رمضان إن شاء الله سعيد جباري علينا وعلى أمة محمد. الأسعار معناها ما عندها مش متفارق ما بينها وما بين السوق، معناها حاجة قليلة، حتى هو لسان يكون ساكن هنا، معناها العباد في القايمة هنا كلكية في الحايطة هنا في الحومة هنا تشري معناها الحاجة رخيصة زايدة هذيك الألف ولا هذيك الألفين، ما تقلقش لسان معناها ما تقلقناش الحق. معناها الاسعار معناها كل موافقه مليحه، مرشي الله يبارك، معناها الدنيا كل فيه، معناها العبد باش يقعد يهبط للسوق للوطا للمرشيات للوطا يهبط للمرشي تاع البلاد هنا في حومتنا هنا هكا خير الحق. ان شاء الله يعجل ان شاء الله مبارك سعيد ان شاء الله على أمة محمد كامله، معناها والعباد معناها حتى على ما عندهاش طوموبيل ما عندهاش حاجه ويعود كاري تاكسي ب 15 ب 20 يقومها يحسبها، معناها زايده هذيك الالف ولا زوز هنا على المرشي تاع البلاد هنا، هاي على الاقل هنا مرشينا في بلادنا في حومتنا هنا في جهتنا الحق لاباس ان شاء الله. نشكركم على هذا التغطيه، هذا المرشي كوفير راهي الناس فرحه به ياسر، ومرشي اول مرشي سوق مغطاة في ولايه الواد. نشكر كل جيراني سكان 8 ماي عموما كل ولايه الواد، بس كل الحمد لله راهي وقفت معنا مدنا يد المساعده. الحمد لله من السلطات المحليه على راسهم السيد ولي ولايه الواد، رئيس دائرة الواد، رئيس المجلس الشعبي البلدي، بارك الله فيهم وكل الناس كلها راهي تضافرت وحبت تفتح السوق هذا، وإن شاء الله هذه راهي بادرة خير لولا، وما زالت إن شاء الله تجي ناس أخرى تفتح أسواق أخرى. ركزنا على أول شيء يكون النظافة والأسوام المعقولة إن شاء الله، إن شاء الله الأسوام معقولة بمناسبة رمضان كريم، إن شاء الله تكون الأسوام في متناول كل الطبقات. الشيء اللي أكدنا عليه إن شاء الله رانا نشروا من المزارع 70% من الخضروات في ولاية الواد، من مزارع ولاية الواد، كاين شوية ديسيرات نجيبوها من برا. الحمد لله راهي سوام الله اعلم راكم شفتوا كلها راهي معقوله جدا. جينا لهنا يعني حاجه مليحه، الاسعار كانت في متناول الجميع يعني، وحاجه بروبر من ناحيه الفاكهه من ناحيه الخضره يعني ما شاء الله صراحه، هذه يعني زياده لينا احنا في حومتنا في الحي نتاعنا، ولا نستقربوا يعني قريبه مش نروحوا نقضيوا في المرشي والامور هذه. الحمد لله.